الفرح والحياة الزوجية ممكن تاخدك من الحياة الفنية؟ لا الحمد لله انه علي متفاهم ومش متضايق من فكرة شغلانتي، وتانيا هو عارف اني انا ممثلة يعني. لا مش مضايقني خالص الأمانة، وبليس انا بحضر يعني انا بحضر فرحي، وفي نفس الوقت انا اول ما اخلص فرحي ان شاء الله داخلة حاجة جديدة، بس لسه ما قالتش. بس اكيد دراما دراما وسينما. رمضان رمضان بس لسه ما اعرفش يعني، بعد الفرح هبتدي يعني اقرر يعني اشوف انهي فيهم هصورها، بس ملهاش دعوه مش مضايقني على الشغل خالص. بس عندي اختيار الاعمال او الترشيح للمخرجين ليكي وهم شايفينك في ليفل معين، انت من الادوار اللي لسه شايفه ان انت عايزه مثلا تعملي دور ايه، عايزه تشتغلي مع مين من المخرجين؟ لا انا لسه ما عملتش حاجه، انا لسه في ادوار كتير ما عملتهاش، محتاجه حاجات كتير قوي، مخرجين كتير قوي نفسي اشتغل معاهم يعني، زي كامله ابو ذكري نفسي اشتغل معاها يعني، اكيد هتطلعني مختلفه تماما يعني، لو يعني جالي الشرف اني انا اشتغلت معاها هبقى سعيده جدا، عشان اكيد هتطلع مني حاجات انا ما عملتهاش مختلفه عن سندي تماما. لا في مخرجين كبيره ما اشتغلتش معاها زي عمرو عرفه ما اشتغلتش معاه، زي احب اشتغل برضو مع محمد سامي صديقي، هو انا اشتغلت معاه بس ما لحقتش في ريجاتا كان دور صغير فما لحقناش يعني اتعامل معاه طول الوقت يعني، بس اتمنى تاني وممكن في حاجه زي كده. في ناس كتير قوي لسه انا ما، عشان كل مخرج ليه لون ليه سكه ليه فكر ليه كادر معين ليه منظور تاني للممثل، فانا مثلا بقول كامله ابقى مبسوطه ليها منظور تاني خالص للبنت الشعبيه للبنت الجدع بنت البلد. اتوقع انا لو اشتغلت معاها انه هتطلع مني حاجات انا ما اعرفش، انا كسندي ما اعرفش ان هي عندي ممكن، عشان هي طلعت من ما شاء الله يعني ممثلين كتير قوي عملت منهم شغل حلو قوي، فاتمنى اني انا اعمل من زيهم يعني.